مو بخير عسى مرتاح يا عمي صدق عمره عمي عمي والله ولا قالت والله ما بنتوفق هاليومين. السلام عليكم مساكم الله بالخير جميعا مساء الخير تو ما نورت المزرعة بوجودكم يا هلا مرعود عمي هنا عمي سامي هنا هلا عمي هلا عمي هلا شلونك عمي؟ شو اخبارك عمي؟ تمام شلونك عسى مرتاح عمي؟ سبحان الله انا اذا جيت وشفتك يا عمي موجود في المحل ارتاح نفسيا شلونك عمي سامي؟ الحمد لله تمام شو اخبارك عساك بخير الله يسلمك طول عمرك الله يطوله شلونك عمي كلنا بنطيح والله شو اللي تعبني انت الظاهر اليوم اخر يوم لك لا والله هل يبقى غير درب غير دربنا بس وصل الحس ولا ما وصل وصل بس تبي ضفاجه اقول لك تكلم عادل اجيك واحد راجل مالك من عمي لا تغتاضي يا عمي لا تزعل نفسك لا تقول عمي لا تقول عمي اجيبك عن كيف اطير وجهك اقول لك عمي احس اني انا تعبان ودي انك ودي اقرب منك عمي سامي الله يلا ونعمل الله ارتاح اذا صرت يمك عمي وانا ارتاح يا ولدي عطنا راسك عمي سامي لا ويحب راسه لا نايمه بعد نايمه تعبان ولدي تعبان ابي رايح ايش تبي كثر ما قاعد وين لا 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 عمك بن حاج 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 عمك بن ح